السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو غادي نقدم لكم الدرس الثاني من دروس الكيمياء ديال السنه الثانيه بكالوريا. الدرس يهم التتبع الزمني لتحول كيميائي سرعه التفاعل سويفي طومبورال دون ترانسفورماسيون كيميك فيتاس دو رياكسيون. اذا ما تنساوش تابوناو في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم باش الجميع يستافد. انا غادي نبداو الدرس على بركه الله. اذا غادي نبداو بمجموعه من الانشطه على باش في الاخر غادي نختموها بملخص شامل لهاد الانشطه مجموعه. دونك النشاط الاول، دونك تتبع تحول كيميائي بواسطه المعايره ما يسمى بطريقه كيميائيه. دونك المناوله هنا الاولى فهي اكسده ايونات اليودور اي موان بواسطه محلول الماء الاكسجيني H2O2. اذا في اللحظه تي كتساوي صفر نصب في كاس حجما في 1 كساوي 50 مللتر، محلول تركيزه سي واحد كساوي 5.4 × 10^2 مول بار لتر، وحجما في 2 كساوي 50 مللتر من محلول يودور بوتاسيوم تركيزه سي 2 كساوي 0.1 مول بار لتر. نضيف قطرات محلول حمض كبريتيك لتحميض الوسط وقليل من صمغ النشا اللي هو عبارة عن كاشف يصبح أزرق عند وجود E2، ثم نحرك الخليط. دونك هنا فقط في بداية التجربة فما تيمكنناش نعينو وجود جزيئات E2 يعني ثنائي اليود، وبالتالي باش نتعرفوا على تواجد ديالها فكنستعملوا هذا الكاشف اللي ما ان يعني كيبدا التفاعل الا وكيبدا اللون ديالو كيتغير الى الازرق عند وجود ثنائي اليود في الخليط. ولكن بعد مرور واحد المده كافيه يعني هذا الاستعمال الكاشف فهو ما كيبقاش ضروري، لان وجود ثنائي اليود في الخليط فهو كيميزو اللون ديالو اللي هو بني، يعني لا داعي لاستعمال الكاشف في هذه الحاله. عند اللحظه تي 1 كساوي 2 جيتر ناخذ بواسطه مصنع معياريه حجما في كساوي 10 مللتر من الخليط التفاعلي ونصبها في كاس يحتوي على ماء مثلج، تسمى هذه العمليه بالغطس. نقوم بعد ذلك بمعايره ثنائي اليود المتكون في هذه اللحظه بواسطه محلول معاير لتيوكبريت الصوديوم تركيزه سي كساوي 0.1 مول بار لتر. نسجل الحجم في او للمحلول المعاير اللازم لاختفاء ثنائي اليود، يعني اختفاء اللون البني. ولكن في بدايه التجربه فغادي يكون عندنا اختفاء اللون الازرق، يعني لانه ديك الساعه ما تيكونش اللون بني باين، وبالتالي تيكون صمغ النشا هو اللي كيلعب الدور ديال هاد العمليه. يعني ملي كيختفي اللون الازرق فديك الساعه تنقولوا انه تم اختفاء ثنائي اليود. اذا نعيد نفس العمليه في لحظات مختلفة نحصل على نتائج ملونة في الجدول التالي. والتجربة هي هادي، إذا كناخدو ثنائي اليود كنضيفو ليه الماء المثلج، غادي نشوفو شناهو الدور ديال هاد العملية من بعد. ثم كنقومو بمعايرة كمية ثنائي اليود المتكون، ثم كنسجلو الحجم عند التكافؤ. هذيك الحجم عند التكافؤ هو اللي غادي يمكننا من تحديد كمية مادة ثنائي اليود المتكون في كل لحظة. يعني هذه العملية كنعاودوها في لحظات مختلفة حتى كنتأكدو من نهاية التفاعل. غادي نقول لكم كيفاش غادي نعرفو بأنه تفاعل سهل. إذا كاستثمار، إذا ما هي الغاية من عملية الغطس؟ إذا قلنا بأن اش كنديرو هنا، فكن نزيدو الماء زائد الثلج، يعني الماء المثلج. يعني هنا كنلعبو كنتحكمو في عاملي درجة الحرارة والتركيز، يعني كنخفضو عامل التركيز يعني كنزيدو الماء يعني كنقصو من التركيز، وكنبردو الوسط التفاعلي يعني كنخفضو من درجة الحرارة، يعني كنحدو من عامل الحرارة وعامل التركيز لأنهما عاملين يعني كيساهمان في تسريع التفاعل، وبالتالي حنا كان هدفنا هنا هو الحد منهم باش نوقفوا التفاعل في واحد اللحظه معينه. ديك الساعه تيمكننا نديروا يعني معايره ديال كميه الماده ديال الناتج المتكون في هذيك اللحظه، وكنتكونوا متاكدين من ان هذيك هي الكميه المتكونه في هذيك اللحظه، يعني ان ما وقعش تفاعل، يعني التفاعل ما مستمرش، وبالتالي الناتج ما كتزادش كميه الماده ديالو خلال عملية المعايرة. إذن هنا عملية الغص الدور ديالها هي تبطئة التفاعل أو توقيف التفاعل نتيجة تدخل عامل درجة الحرارة وعامل التركيز. ده معادلة التفاعل الخاص بالمعايرة، علما أن المزوجتان هما E2 مع E-. و S4O6 دو موا مع S2O3 دو موا. دونك هنايا كنديرو المعايرة ديال S2O3 دو موا مع E2. دونك E2
كتفاعل مع جوج ديال اس 2 او 3 دو موان كتعطينا دو اي موان زائد اس او اس 4 او 6 دو موان. دونك هذا هو التفاعل ديال المعايير اللي كيمكننا من تحديد كميه ماده ديال اي 2 الناتجه في كل لحظه. دابا نمشي للجدول الوصفي ديال تفاعل المعايره. اذا عندنا هنايا هذه كميه الماده مبحوث عليها ديال اي 2 في كل لحظه. دونك هنايا هذا يعني الموازنه هنايا درناها. هذا هو يعني التركيز والحجم. دونك عند التكافؤ يعني في الحاله النهائيه فالفي هنايا قلنا هو الحجم عند التكافؤ ناقص 2 اكس هنا التفاعل فهو كلي. دونك هنايا عند التكافؤ يختفي كل من اس 2 و 3 دو موان و اي 2 يعني التفاعل تكون تناسبي عبر عن ان اي كمية مادة ثنائي اليود البدئية الموجودة في 10 مليلتر من الخليط التفاعلي بدل سي و في و في. دونك عند التكافؤ دونك فكيختفيو بجوج يعني ان كمية المادة ديال اس 2 او 3 دو موان كتساوي صفر كمية المادة ديال اي 2 دو موان ناقص اكس او يعني في الحالة النهائية فهي كتساوي صفر. دونك هنا اكس او فهي كتساوي هي سي في او على اثنان وكذلك ان اي ديال اي 2 فهي كتساوي اكس او. هذه كما كنقول هنا ان اي يعني في كل لحظه يعني لحظه واحد لحظه جوج لحظه ثلاثه. وبالتالي فكميه الماده المتكونه من اي 2 في كل لحظه هي سي فو في او على 2. بالنسبه للجدول الوصفي الخاص بتفاعل المجموعه كامل دونك تفاعل المجموعه يعني تفاعل الماء الاكسجين مع اي موان كيعطينا تكون ديال اي 2. دونك هنايا موازنة هي هادي دونك هنايا خصنا واحد جوج اي موان مع جوج اش بلس هنايا جوج اش دوزو. دونك عندنا هدا كمية المادة كنهضرو هنا على 100 مليلتر يعني ان الخليط التفاعلي الحجم ديالو هو 50 زائد 50 اللي هي 100 مليلتر. دونك هنايا هدا الحجم في واحد اللي هو 50 وهذا الحجم في اثنان هي 50 وبالتالي هنا كنهضرو على واحد كمية مادة كتكون في يعني في 50 في 100 مليلتر من الخليط التفاعلي. ولكن هنا بالنسبه لهذا الجدول هنا فغادي نهضروا على داكشي اللي كيوقع فقط في 10 مليلتر. دونك عندي هنايا سي 1 في 1 هنايا سي 2 في 2 هنايا سي 1 في 1 ناقص اكس اي نفس الشيء هنايا ناقص 2 اكس اي ناقص 2 اكس ماكس هنايا اكس ماكس. ثم غادي نعبروا على قيمه ان اي دونك بدايه اكس اي. دونك الا شفتوا الجدول هنا فكميه الماده ديال اي 2 فكتساوي اكس اي مباشره وبالتالي فانطلاقا من الجدول فكميه الماده ديال اي 2 المتكونه هي اكس. دونك بالنسبه لقيمه اكس يعني اوجد قيمه اكس في 100 مللتر من الخليط التفاعلي واتمم الجدول التالي. دونك عندنا اكس هي 10 يعني لانه هنا كنديروا يعني كنقوم باخذ 10 مليلتر من الخليط التفاعلي كل مره كل لحظه كناخذ منها 10 مليلتر. وبالتالي الا بغينا تقدم ديال التفاعل في 100 مليلتر فعندنا اكس ديال التفاعل ديال 100 مليلتر هي 10 المرات اكس ديال 10 مليلتر وبالتالي اكس اي اكس هي 10 اكس اي اللي هي دونك كتساوي هي 10 ان اي ديال اي 2. وعندنا ان اي ديال اي 2 هي سي فوا في او على 2 وبالتالي يمكننا الى بينا نجبدوا تقدم اكس هو 5 سي فوا في او. دونك ضربناها شي في 10 10 على 2 هي 5 سي فوا في او. ونقدروا دابا نعمروا الجدول غناخذوا جداء دونك العلاقه باش نلقاو اكس. دونك هي سي التركيز فوا في او مضروب في 5 دونك هذه هي قيمه ديال اكس بطبيعه الحال في 10 اس ناقص 3 يعني بحال قلنا بالميلي مول. دونك من الجدول هنايا نستنتج تقدم الاقصى لان لاحظتوا هنايا فالقيمه ديال اكس فهي 50 فكتبقى ثابته ما كتغيرش. دونك ما بين 50 و 60 فما تغيرش القيمه ديال اكس يعني ان التفاعل سال بعد مرور 50 دقيقه يعني ما بين 50 و 60 فلم يتغير لم تتغير القيمه ديال اكس يعني ان اكس ماكس هنا في هذه الحاله هي 2.17 اس ناقص 3 3 مول. ده المنحنى هو هذا دونك التمثيل بطبيعه الحال بالنسبه لكم ما غاديش يكون مطلوب التمثيل ديال المنحنيات المنحنى كيتعطاكم خصكم تعرفوا ديروا ليه الاستثمار ديالو. دونك غادي نجبدوا ميبيانيا زمن نصف التفاعل يعني اللحظه التي توافق اكس كتساوي اكس ماكس على 2 قلنا اكس ماكس هنا هي 2.7 يعني اكس ماكس على 2 هي 1.35 10 اس ناقص 3 بطبيعه الحال.
دونك ملي غادي نسقطوها هنايا على المنحنى غتعطينا هذه هي اللحظه ديالنا اللي هي 6 ديال الدقائق. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 يعني تي ان دومي تقريبا عندنا هنا هي 6 دقائق، يعني زمن نصف التفاعل هو 6 دقائق بالنسبه لهذا التفاعل. دونك غادي نمثل المماس في اللحظتين تي 1 و تي 2، كذلك المماسات فغادي تعطاوكم فلا باش تبرزتوا راسكم. دونك المماسات غادي تعطاوكم، دونك عندنا هذا هو المماس الاولاني. غادي ناخذوا غادي نحسبوا المعامل الموجي ديالو، دونك يعني المشتقه ديال اكس بالنسبه للزمن في لحظه تي 1، يعني في هذاك المماس اللي هو 10 ديال الدقائق في 10 ديال الدقائق، دونك اللي هي دلتا اكس على دلتا تي. غادي نحسبوا المعامل الموجي ديالو، غناخذوا جوج ديال النقاط، خديت انا 3 10 اس ناقص 3 و 1 10 اس ناقص 3 مع 25 ناقص 0، دونك هذه هي 0.08 10 اس ناقص 3 مول باغ مينوت. بالنسبه للحظه 30 نفس الشيء، غناخذوا جوج ديال النقاط، عندنا هذه هي 0 مع 2.1 وناخذوا عاوتاني 3 مع 60، دونك هنايا كتعطينا هي 0.015 10 اس ناقص 3 مول باغ مينوت. هنايا الوحده هي دلتا اكس على دلتا تي، يعني الوحده ديال اكس هنا بالمول ودلتا تي بالمينوت يعني بالدقائق، يعني الوحده هي المول على المينوت. دونك نلاحظ هنايا الى لاحظنا فالمشتقة يعني المعامل الموجه في اللحظه تي 2 فهو اصغر من المعامل الموجه، نرجعوا لها شويه شوفوا. دونك عندنا هذا هو في لحظه تي 2 0.015 10 اس ناقص 3، وديال اللحظه 1 هو 0.080، هذاك 0.015 وهذا 0.080، يعني فوالا 0.015 وهذاك 0.080، يعني ان المشتقه يعني المعامل الموجه في اللحظه تي 2 صغر من المعامل في اللحظه تي 1، يعني ان المعامل الموجه يتطور بطريقه تناقصيه مع الزمن، يعني كل ما زاد المده الزمنيه فالمعامل الموجه ديال هذه المماسات فهو يتناقص مع الزمن. دونك نعرف السرعه الحجميه للتفاعل في اللحظه تي بالعلاقه في كساوي 1 على في هنايا دي اكس سور دي تي، حيث في هو حجم الخليط ودي اكس سور دي تي هي مشتقة تقدم تفاعل في اللحظة تي. مطلوب هنا هو احسب السرعتين في 1 و في 2 في اللحظتين السابقتين، ماذا تستنتج؟ عندنا حنايا الحجم ديال الخليط هو 100 مليلتر اللي هي 0.1 لتر، دونك غادي نشدو ديك المشتقة اللي حسبنا قبيلة اللي هي 0.080 10 اس ناقص 3 نقسمو على 0.1، عطاتنا هي 0.80 10 اس ناقص 3 مول باغ لتر، زدنا قسمنا مازال على الحجم باغ لتر باغ مينوت. نفس الشيء بالنسبة لفي 2 اللي هي 1 على 0.1 في 0.015 10 اس ناقص 3 اللي هي 0.15 10 اس ناقص 3 مول باغ لتر باغ مينوت. دونك لاحظوا هنا بأن في 2 أصغر بطبيعة الحال مع في هي 100 متر. تلاحظوا هنا بان في 2 اصغر من في 1 ونعلل ذلك بتناقص تركيز المتفاعلات مع الزمن، لانه دابا قلنا بان التركيز فهو عامل حركي، هنا التجربه كتم في درجه حراره ثابته، وبالتالي اللي غادي ينقص لنا من السرعه ديال التفاعل هو التركيز، وبالتالي هنا تركيز المتفاعلات خلال تطور المجموعه فهو يتناقص تدريجيا مع مرور الزمن، وبالتالي ملي كيتناقص التركيز فهذا يعني بان السرعه كذلك سوف تتناقص، لان التركيز قلنا عامل حركي يعني يؤثر على سرعه التفاعل، لنعلل ذلك بتناقص تركيز المتفاعلات مع الزمن. دوزا النشاط الثاني اللي هو تهم تحول تتبع تحول كيميائي بقياس الضغط، هذا طريقه فيزيائيه. اذا استعملنا الطريقه الاولى اللي هي طريقه معايره اللي هي طريقه كيميائيه، شوفوا دابا قياس الضغط اللي هي طريقه فيزيائيه. اذا نشوفوا المناوله ديال اكسده المغنيسيوم ام جي بواسطه ايون الاكسونيوم اش 3 او بلس. ندخل في حوجله حجمها 500 مليلتر حجما في 1 كساوي 200 مليلتر من حمض كلوريدريك اش سيل اللي هو اش 3 او بلس اي سيل مو، تركيزه سي كساوي 0.1 مول بار لتر. في اللحظة تي كساوي صفر نسقط في المحلول الحمضي شريطا من المغنيسيوم كتلته 85 ملغرام، ونحتفظ بدرجة حرارة الوسط التفاعلي ثابتة عند 20 درجة سيليسيوس. نسجل خلال مدة زمنية مختلفة ضغط الوسط التفاعلي، نحصل على جدول القياسات التالي. دونك نعطي هنايا الكتلة المولية ديال ام جي اللي هي 24 غرام باغ مول، والضغط واحد يعني التحويل واحد هيكتو باسكال هي 100 باسكال، ثم ثبتت الغازات الكاملة، ونعتبر بأن غاز ثنائي الهيدروجين كاملا في ظروف التجربة.
لأنها كاستثمار. دونك المزاوجات المتفاعلتان هما ام جي دو بلس ام جي و اش 3 بلس اش 2. دونك اكتب معادلة تفاعل اكسدة اختزال. دونك هنا دائما كما كنقول لكم عندنا تنبداو دائما بالمتفاعل. دونك المتفاعلات اللي كاينين عندنا هنا هو ام جي مع اش 3 بلس. دونك بالنسبة للمزاوجة الأولى يعني ام جي كيتحول ام جي دو بلس، الشحنة ديال ام جي هي صفر، عندنا هنايا خص تكون عندنا النواتج كذلك الشحنة ديالهم زيرو، وبالتالي كنزيدو هنايا جوج الإلكترونات باش تولي الشحنة تساوي صفر. بالنسبة للمزاوجة الثانية عندنا اش 3 بلس كيتحول اش 2، وبالتالي هنايا الموازنة هي 2 اش 3 بلس زائد 2 إلكترون كتعطينا اش 2 زائد 2 اش 2. وكمعادلة حاصلة يعني عدد الإلكترونات المتبادلة هو 2، بالتالي كانت يعني مع الحظ كنحصلو مباشرة هي ام جي زائد 2 اش 3 بلس كيعطينا ام جي 2 بلس زائد اش 2 زائد 2 اش 2. لما الضغط بي 0 للهواء داخل الحوجلة قبل انطلاق التفاعل، طبيعة الحال قبل بداية التفاعل فكان هناك غاز دا يعني داخل الحوجلة اللي هو الهواء، وبالتالي فالضغط بي 0 فهو غادي يكون هو قيمة ديال الضغط الجوي داخل الحوجلة، يعني هنايا هي القيمة اللي عندكم في الجدول اللي هي 1009 هكتو باسكال اللي هي 1.00905 باسكال. دونك ما سبب تزايد الضغط داخل الحوجلة؟ إذا عندنا هنا الناتج ديال التفاعل هو ثنائي الهيدروجين يعني عبارة عن غاز، وبالتالي هو السبب في تزايد ضغط الضغط داخل الحوجلة، يعني تكون غاز ثنائي الهيدروجين. المطلوب هنا هو احسب كمية المادة ديال ثنائي الهيدروجين الناتج في كل لحظة ثم اتمم ملء جدول. دونك عندنا كنعرفو بان بي اش 2 يعني ضغط الغاز هو فوا في كتساوي كمية المادة ديال الغاز فوا ار فوا تي، هادي هي معادلة الحالة للغازات الكاملة. دونك هذا ضغط الغاز الحجم ديالو، وهذا ان كمية المادة ديال الغاز فوا ار فوا تي ان درجة الحرارة، خاصها تكون درجة كلفين يعني المطلقة. دونك هنا غادي نجبدو كمية المادة ديال الغاز اللي هي في على ار تي فوا بي اش 2 يعني ضغط الغاز، مع العلم بان ضغط الغاز هنايا هو الضغط اللي كيشير ليه المانومتر يعني مقياس الضغط ناقص الضغط الجوي اللي كان عندنا في الاول، يعني الضغط قبل بدايه التفاعل هو بي 0، غادي غنسميوها هنايا دلتا بي. والحجم هنايا ديال الغاز هو الحجم ديال الحوجله ناقص الحجم ديال المحلول، يعني داك في في 1 يعني في 2 يعني هي في اللي هي 500 ناقص 200 اللي هي 300 مليلتر، هذا هو الحجم ديال الغاز. وبالتالي غادي نحسب بعدا هاد في على اخ تي، دونك عندنا في هي 300 في 10 ناقص 6 خصها تكون بالمتر كيوب ماشي بالمليلتر او لا بالليتر، خصها تكون بالمتر مكعب على 8.314 في 293. 293 هي 20 درجة سيليسيوس زائد 273، هذيك هي درجة الحرارة المطلقة، هادشي كيعطينا 1.23 10 أس ناقص 7 بطبيعة الحال سيستم انترناسيونال شي مهم. دونك يمكن لنا دابا نحسبو كمية مادة غاز ثنائي الهيدروجين المتكون، دونك هادي هي يعني بالميلي مول، دونك عندنا 0.38 دونك بداية فهي زيرو 0.38 وغاديين، دونك هنايا حتى كنوصلو الدقيقة 238 كما كتلاحظو هنايا، فكمية المادة ديال الغاز الثنائي الهيدروجين فهي كتبقى ثابتة ما كتغيرش، يعني أن التفاعل هنايا فهو قد توقف بعد مرور 238 ثانية. دونك خامسا احسب كمية المادة البدئية لكل متفاعلين وعين المتفاعل المحيط. دونك عندنا كمية المادة ديال ام جي هي الكتلة على الكتلة المولية اللي هي 85 10 أس ناقص 3 على 24 اللي هي 3.54 10 أس ناقص 3 مول، بينما كمية المادة ديال اش 3 بلس اللي هي سي فوا في 1 اللي هي 0.1 في 200 مليلتر اللي هي 0.2 هذه 0.02 مول اللي هي 20 في 10 أس ناقص 3 مول.
ثم باش نحددوا المتفاعل المحيد، يعني غنفترضوا بان ام جي متفاعل محيد، يعني ان كميه الماده ديالو في الحاله النهائيه كتساوي صفر، يعني هي ان اي ام جي ناقص اكس ماكس كتساوي صفر، يعني ان اكس ماكس هي كميه الماده ديال ام جي البدئيه اللي هي 3.54 10 اس ناقص 3 مول. كذلك بالنسبه ل H3O بلس، اكس ماكس موافقه لها هي ان اي ديال H3O بلس على 2 اللي هي 0.01 مول. كنلاحظوا هنا بان هاد 0.01 مول اللي هي 10 في 10 اس ناقص 3 مول كبر من 3.54 10 اس ناقص 3 مول، يعني انه اكس ماكس هنا في هذه الحاله هي 3.54 10 اس ناقص 3 مول، والمتفاعل المحيد هو ام جي. اذا لماذا نبقي درجه الحراره ثابته؟ حنا كنعرف بانها عامل حركي يؤثر على سرعه التفاعل، وبالتالي ما يمكنناش نديرو نغيرو جوج العوامل، فلا بد من ابقاء احد العوامل ثابتا باش نشوفو التاثير ديال العامل الاخر اللي هو في هذه الحاله التركيز. بين ان التقدم اكس يساوي كميه الماده ديال H2O في كل لحظه، دونك من خلال جدول ومعادله التفاعل فمعامل تناسبي ديال H2O هو 1، وبالتالي فكمية المادة المتكونة ديال H2 فهي تساوي X في كل لحظة. دونك نمثل المنحنى ديال X بدال الزمن، دونك هذا هو المنحنى طبعا الحال، غير ماشي مطلوب منكم تمثلو، هذا نورمالمون كيتعطاكم في القسم. دونك هذا هو المنحنى كيمشي، تلاحظوا بأنه من بعد دقيقة 238 عفوا الثانية 238 فكتبقى قيمة ديال X ثابتة، كتوقف في القيمة ديال إكس ماكس اللي لقينا نيت حنا هي 3.54 مول 10 أس ناقص 3 مول. دونك احسب السرعة الحجمية في اللحظات 18 ثانية 144 ثانية و 212 ثانية. دونك هنايا هاد البرنامج فهو كيساعدنا باش كنرسمو المماسات وكيعطينا حتى المشتقة ديالها. دونك عندنا المشتقة في اللحظة 14 هي دي اكس سور دي تي 0.0207، في اللحظه المواليه اللي هي 0.0158 الاخرى غادي نحسبوها حنا مباشره. دونك عندنا في الاولى هي هادي، دونك هي 1 على في دلتا اكس سور دلتا تي اللي هي 1 على 0.2، ثم 1.84 على 90 اللي هي 0.180. هنا دو حسبتهم انا مباشره تلقى المعطيين ديال المنحنى، ولكن تقدروا تعوضوا دلتا اكس و دلتا تي بالقيمه اللي عندكم في المنحنى ديال المعامل الموجه، لانه المطلوب منكم انتم من بعد هو انكم دائما خصكم تحسبوا انتم دلتا اكس و دلتا تي، ماشي ما غاديش يعطي لكم باستعمال البرنامج. ثم دونك بالنسبه للقيمه الثانيه، دونك في اللحظه 144 ثانيه فكنلقى 0.079، كتلاحظوا هنا 102 هنايا 0.079 كتنقص. نفس الشيء بالنسبه للحظه الاخيره اللي هي 0.018 ملي مول، دونك فالسرعه فهي تتناقص مع مرور الزمن. يستنتج من بيانين تقدم الاقصى وزمن نصف التفاعل، ده من بيانين عندنا فاكس ماكس هي 3.54 ملي مول اللي هي كذلك القيمه ديال اكس ماكس، يعني كميه الماده ديال ام جي اللي لقيناها حسابيا، وزمن نصف التفاعل دونك غادي نقسموها دي على جوج غتعطينا هاد القيمة هنايا. دونك كنقراو هنايا تقريبا هي 85، دونك تي ان دومي هنايا الموافقة لإكس ماكس على جوج هي 85 ثانية، يعني مبيانيا عندنا إكس ماكس هي 3.54 ملي مول و تي ان دومي هي 85 ثانية. ندوزو لآخر نشاط، تتبع تحول كيميائي بقياس موصلية، وهي كذلك طريقة فيزيائية، وغادي نشوفو المناولة ديال التفاعل بين جوج كلورو جوج ميتيل بروبان والماء. لأن يتفاعل جوج كلورو جوج ميتيل بروبان الذي نرمز له ب RCl في خليط من الماء والكحول، وذلك حسب المعادلة التالية. دونك عندنا RCl زائد H2O فهو كيعطينا ROH زائد H بلس زائد Cl موان. دونك يؤدي تكون الأيونات H بلس و Cl موان إلى تزايد موصلية الوسط التفاعلي. طبيعة الحال في البداية فالموصلية هنايا تساوي صفر، يعني تقريبا منعدمة، هنا فقط عندنا المركب عضوي مع الماء، بالتالي فالموصلية هنايا فهي شبه منعدمة. فبعد تكون أيونات H بلس و Cl موان
فهاد الموصلية غتبدا كتزاد. علاش؟ لأن هاد الأيونات هي التي تساهم في الزيادة في هذه الموصلية، وبالتالي يمكن لنا نديرو تتبع ديال هاد التفاعل بقياس الموصلية. دونك نريد تتبع هذا التحول بقياس الموصلية. نصب في كأس 50 مل من الماء المقطر و25 مل من الكحول، ونضع الكأس في حوض ماء ساخن درجة حرارته 20 درجة سلسيوس، يعني هنايا كنفرضوا عليه درجة حرارة ثابتة. نضيف إلى هذا الخليط 1 مل من 2 كلورو 2 ميثيل بروبان، أي N0 كساوي 9.2 × 10⁻³ مول. فقط كملحوظة، يمكن يعني كيفية حساب هذا N0، إذا أعطوكم معطيات تالية. دونك يعطيكم الكتلة الحجمية للمركب اللي هي 0.850 غرام بار مليلتر، والحجم ديال المحلول عندنا هو 1 مليلتر اللي هو عطاه لينا هنا في المعطيات. نضيف الى هذا الخليط 1 مليلتر، الحجم ديالو هو 1 مليلتر، وعطاو لنا الكتلة المولية ديالو هي 92.5 غرام بار مول. دونك الى بغينا نحسبو كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية. هنايا الكتلة فهي الكتلة الحجمية في الحجم، يعني الكتلة ديال هاد 1 مليلتر، أن هذا مركب خالص، دونك الكتلة ديالو هي الكتلة الحجمية في الحجم ديال الخليط. دونك هنايا لا داعي للتحويل، أنه غادي نلقاو هنايا الكتلة بالغرام، الحجم هنا بالمليلتر، دونك بتختزل المليلتر، الكتلة الحجمية غتبقى لنا بالغرام اللي هي 0.850 × 92.5، هادي كتعطينا هي 9.2 × 10⁻³ مول. ده فقط للإشارة لكيفية طريقة حساب N0 بالنسبة لشي مركب عضوي. عطاوكم الحجم ديالو، ما عطاوكمش الكتلة مباشرة. لنعير مقياس المواصلة ونغمر خلية قياس في الخليط بعد تحريكه ليصبح متجانسا. نسجل بعد تمام كل 200 ثانية الموصلية سيجما دو تي للمحلول في الجدول التالي. دونك عطاونا هنايا القيمة ديال سيجما في كل لحظة. إذا لدينا معادلة التفاعل الحاصل هي هادي، دونك إر سي إل زائد H2O كيعطينا ROH زائد H+ زائد CN-. إذا الأيونات التي يمكنها أن تؤثر على موصلية أو مواصلة المحلول خلال التحول هي أيونات H+ و CN- التي تؤدي إلى تزايد موصلية الخليط، مما يسمح بتتبع تطور المجموعة بقياس الموصلية كذلك أو لا المواصلة. بالنسبة لجدول التقدم هو هذا، دونك عندنا هنا N0 ناقص X، N0 ناقص X ماكس في الحالة النهائية، وبالنسبة للنواتج 0 X، وفي الآخر X ماكس اللي كتساوي هنا في الحالة هي N0 لأن الماء هنا يوجد بوفرة. إذا يعبر عن موصلية المحلول عند لحظة T بسيجما كتساوي لامدا ديال كل أيون في التركيز ديالو، أن الأيونات اللي كاينة عندنا في الخليط هي H+ و CN-، دونك هي لامدا H+ في التركيز ديالو زائد لامدا CN- في التركيز ديالها. وحسب جدول التقدم فكنلاحظو أن هنايا كمية المادة ديال H+ كتساوي كمية المادة ديال CN- اللي هي X، وبالتالي هي التركيز ديالو هو التركيز ديال H+ كيساوي التركيز ديال CN- اللي هي X على V. وبالتالي بما أن الحجم ديال المحلول يبقى ثابتا، فهذا يعني بأن يمكن لنا نعملو بـ X على V. دونك هنا سيجما هي لامدا H+ زائد لامدا CN- في التركيز ديال H+ كتساوي دونك هي لامدا H+ زائد لامدا CN- في X على V. هذه العلاقة الأولى. فهنايا إلا كنا كنعرفو لي لامدا، لامدا H+ لامدا CN- ف غادي نحسبو مباشرة X، ولكن هنا غادي نخدمو بطريقة ديال الحالة النهائية والحالة البدئية. موصليتان لامدا H+ ولامدا CN- يعني معطاهمش لنا، غير معروفتان في الخليط التفاعلي، وبالتالي لا يمكن حساب تقدم تفاعل انطلاقا من هذه العلاقة. نقبل أن التحول يصل إلى الحالة النهائية، وبالتالي فإكس فينال كتساوي إكس ماكس كتساوي N0. نكتب إذن بأن التقدم النهائي، يعني غادي نعوضو هنايا إكس في اللحظة النهائية بإكس ماكس، وبالتالي التقدم النهائي في اللحظة النهائية هو سيجما فينال، هي لامدا H+ زائد لامدا CN- هي إكس ماكس على V. وغادي نقسمو العلاقتين 1 و 2، دونك غادي سيجما على سيجما فينال كتساوي إكس على إكس ماكس، وبالتالي هنا نقدرو نجبدو الإكس دو تي اللي هي إكس ماكس في سيجما في تي على سيجما فينال. وعندنا إكس ماكس عندنا وهي N0، وسيجما فينال غنجبدو عندنا في الجدول. دونك حسب جدول القياسات وجدول التقدم عندنا إكس ماكس هي N0 اللي هي 2 × 9.2 × 10³،
و سيغما فينال هي 1.955 سيمنز بار متر. الا جينا نشوفو هنايا فمن بعد الدقيقه او الثانيه 1800 فالقيمه ديال سيغما ما تبدلاتش ما بين 1800 و 2000، يعني ان يعني الموصليه النهائيه في الحاله النهائيه هي 1.955 سيمنز بار متر. دونك من هنا يمكننا نحسبوا القيمه ديال اكس في كل لحظه. دونك عندنا ان زيرو عندنا سيغما فينال، وبالتالي هذه هي القيمه ديال اكس في كل لحظه. دونك في النهايه ف اكس كتساوي اكس ماكس اللي هي 9.2 ملي مول، اللي هي 9.2 10 ناقص 3 مول. دونك من هنا المنحنى ديال هذا تطور المجموعه هو هذا. دونك بدا اكس بدا الزمن، عندنا كما كتلاحظوا المشتقه فهي تتناقص مع مرور الزمن. هذا داعي باش نعاودوا الحساب ديال السرعه لغير ذلك، فيكفي اننا شفنا في جوج ديال الانشطه. انا فقط دونك الا بتحسبوا السرعه يكفي انكم عندكم مشتقه هنايا وتقدروا تحسبوا المشتقه. المهم هنا كيبان بان السرعه فهي تتناقص مع مرور الزمن. اذا غادي نديروا خلاصه ديال هذا الدرس. دونك الهدف، دونك الخلاصه اللي هو الحركه الكيميائيه، الهدف من الحركه الكيميائيه دونك تهديف الحركه الكيميائيه لتتبع تطور تفاعل كيميائي، وذلك بقياس كميه ماده نوع كيميائي A من الخليط المتفاعل خلال فترات زمنيه مختلفة بغية تمثيل منحنى ديال التقدم بدلالة الزمن او للتركيز بدلالة الزمن او للضغط بدلالة الزمن او لا يعني قلنا الضغط قلنا الموصلية، هادو كاع كلها مقادير يمكن او للحجم ديال الغاز كذلك بدلالة الزمن وهكذا. دونك هادشي غنشوفو ان شاء الله في التمارين. ومن اجل ذلك نستعمل طرقا فيزيائية او كيميائية للتحليل. وبالنسبة للطرق الفيزيائية تزودنا بشكل مستمر وسريع عن خاصيات مقدار فيزيائي مرتبط بنوع كيميائي أثناء تطور تفاعل، ونذكر منها قياس بي اش الخليط ينتج أو يستهلك الأيونات H3+، قياس المواصلة الجي خليط يستهلك أو ينتج نوع أيوني، قياس الضغط أو الحجم خليط ينتج أو يستهلك غاز، أو قياس امتصاص الضوء هذا ما عندكمش بروغرام خليط ينتج أو يستهلك نوعا ملونا. بالنسبة للطرق الكيميائية تعتمد أخذ عينات من خليط تفاعلي في لحظات مختلفة أثناء تطور تفاعل والقيام بعملية المعايرة لتحديد كمية مادة نوع كيميائي، هذا هو اللي شفنا في النشاط الأول. بالنسبة للسرعة الحجمية للتفاعل كتعريف، دونك السرعة الحجمية للتفاعل عند لحظة T هي خارج قسمة مشتقات تقدم التفاعل في هذه اللحظة على الحجم V للخليط التفاعلي الذي يبقى ثابتا. انتما الى طلبوا لكم تعريف ديال السرعه الحجميه فانكم تحطوا هذه العلاقه، دونك في السرعه كتساوي على في دي اكس سور دي تي، الوحده ديالها فهي مول بار لتر بار سكوند او لا بالمول بار لتر بار مينوت، هذه وحدات عمليه. بالنسبه للوحده العالميه فهي المول بار متر كوب بار سكوند، يعني عوض اللتر غتكون بالمتر كوب. بالنسبه لتحديد السرعه الحجميه لتفاعل في لحظه معينه، دونك يتم تحديدها مبيانيا اذا نمثل مستقيم المماس للمنحنى في اللحظة تي، تمثل دي اكس دي تي المعامل الموجي لهذا المماس، ثم لحساب في نقسم القيمة ديال المعامل الموجي على حجم الخليط. دونك هنايا كنحسبو المشتقة، اذا تناخدو نقطتان، دونك كنحسبو المعامل الموجي هو دلتا اكس سيغ دلتا تي اللي هي اكس اثنان ناقص اكس واحد على تي اثنان ناقص تي واحد، دونك كناخدو جوج النقط من هذا المماس. وكنحسبوا التغير ديال دلتا اكس على دلتا تي، وكنحسبوا المعامل الموجي، بعد ذلك كنقسم هذاك المعامل الموجي على الحجم ديال المحلول. كملحوظه فالسرعه الحجميه للتفاعل تنقص مع مرور الزمن، ويمكن تعليل ذلك بكون تراكيز المتفاعلات تتناقص ايضا مع مرور الزمن. كما كتلاحظوا هنا هذا المماس مثلا في اللحظه 10 فهو اكبر من يعني المعامل الموجي ديالو، فهو اكبر من المعامل الموجي ديال المماس في اللحظه 30، وبالتالي ففي اللحظه 30 السرعه اقل من السرعه في اللحظه 10، يعني ان السرعه الحجميه تتناقص مع مرور الزمن. بالنسبه للجيم تاثير درجه الحراره على السرعه الحجميه للتفاعل، دونك السرعه الحجميه فهي تتزايد مع ارتفاع درجه حراره الوسط التفاعل. فمثلا بالنسبه للمنحنى جانبا التفاعل رقم 3 كيوصل للحاله النهائيه هو الاول، دونك يعني هو التفاعل الاسرع، يليه التفاعل الثاني
ثم يلي التفاعل الاول. دونك هادو درجه الحراره كل ما تزادت فالتفاعل تيكون اسرع. وبالتالي في المنحنى جانبي التفاعل ذاته يصل الى حالتين، اولا يلي التفاعل اثنان ثم التفاعل ثلاثه، وبالتالي فدرجه الحراره الرفع من درجه الحراره يزيد من سرعه التفاعل. بالنسبه لتاثير التركيز البدئي للمتفاعلات على السرعه الحجميه، دونك هنايا مثلا الا خففنا هاد المحاليل بثلاثه، دونك كنخف دونك المحلول واحد فهو اكثر تخفيف من المحلول جوج من المحلول ثلاثه. دونك تتزايد السرعه الحجميه لتفاعل مع تزايد التركيز البدئي للمتفاعلات. دونك هنايا التركيز البدئي ديال التفاعل ثلاثه دونك هو اللي كبير، وبالتالي فهو اللي كيوصل اولا للحاله النهائيه، يليه التفاعل الثاني ثم يليه التفاعل الاول. وبالتالي في المنحنى جانبي التفاعل ثلاثه يصل الى حالته النهائيه اولا، يليه تفاعل اثنان ثم واحد، يعني ان الزياده في تركيز المتفاعلات يزيد من سرعه التفاعل. بالنسبه لزمن نصف التفاعل، دونك نسمي المده الزمنيه اللازمه لبلوغ تقدم تفاعل نصف قيمته النهائيه بزمن نصف التفاعل، حيث اكس في هذه اللحظه كيساوي اكس فينال على جوج. واذا كان التفاعل كليا يساوي زمن نصف التفاعل مده اختفاء نصف كمية المتفاعل الموحد، حيث إكس في هذه الحالة هي إكس ماكس على اثنان. دونك عندنا المنحنى هو هذا. دونك نحدد ميبيانيا تي أن دومي من المنحنى إكس كساوي إف دو تي، أو انطلاقا من جدول التقدم، حيث يتم تحديد إكس ماكس ثم ميبيانيا اللحظة التي يكون فيها التقدم إكس كيساوي إكس ماكس على اثنان. دونك من المنحنى هنايا كان إكس ماكس كان إكس فينال كنحددوها هي القيمة النهائية ديال تقدم إكس، ثم كنشدو ديك القيمة كنقسموها على جوج كتعطينا القيمة ديال إكس فينال على جوج، و اللحظة الموافقة لهاد القيمة هي تي أن دومي. دونك ميبيان يعني يسهل أنكم تلقاو القيمة ديال زمن نصف التفاعل. فقط كملحوظة، يتناقص زمن نصف التفاعل تي أن دومي مع تزايد السرعة الحجمية للتفاعل. دونك في الوثيقة جانبة عندنا تفاعل جوج فهو أسرع من تفاعل رقم واحد، يعني درجة الحرارة ديال تفاعل جوج فهي أكبر من درجة الحرارة ديال تفاعل واحد، وبالتالي فهو أسرع، يعني السرعة في اثنان أكبر من السرعة في واحد. ولكن بالنسبة لتي أن دومي، إلا جيت تشوفو تي أن دومي ديال زمن نصف تفاعل جوج ديال تفاعل اثنان فهي أصغر من تي أن دومي ديال تفاعل واحد، وبالتالي فزمن نصف التفاعل فهو يتناقص مع تزايد سرعة ديال التفاعل. هادي عقلوا عليها مزيان. ثم أخيرا تفسير الميكروسكوبي والعوامل الحركية. دونك تزداد سرعة التفاعل بارتفاع درجة الحرارة أو تركيز المتفاعلات. دونك لتوقيف أو تبطيء تفاعل كيميائي أثناء تطوره يمكن أن نقوم بعملية الغطس، يعني تخفيض مفاجئ لدرجة الحرارة مع التخفيف. على المستوى الميكروسكوبي يحدث التفاعل الكيميائي إذا تحقق الشرطان التاليان: تكون للمتفاعلات طاقة حركية كافية نتيجة الارتجاج الحراري مما يؤدي إلى تصادمات فعالة فيما بينها، وهذا يبين أهمية الحرارة. عدد الأنواع الكيميائية في الخليط التفاعلي يكون كبيرا لكي يكون احتمال حدوث تصادم فعال كبير، وهذا يبين أهمية التركيز. دونك بهذه الفقرة الأخيرة كنختم درس بوزيتيف، نكونو استفدتو منو. تسناو تمارين تطبيقية في هذا الدرس، متنساوش تابونو في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم. إلى فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.